بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. ومن داخل سوق العيون القانا يا جماعة، ده الجزء الثاني للعيون القانا. خش نشوف لكم الأسعار. صلوا على سيدنا النبي في أول اليوم، ما تنسوناش في الله يا جماعة. ازيك يا عمده؟ صباح الفل يا باشا، الصلاه على النبي عليه. معاك ديه؟ اه بلدي ده، بلدي ده. شد دي شده كده لقدام يا اخي. يا باشا هذا يا جماعه عجل بلدي، بلدي احسن من مدرس يا هاي. تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. ايه البيع والشراء في عندك؟ يشتري في 15000. اشترى 15000. الصلاة على النبي. احسن من الفلوس. الصلاة على النبي عليك يا معلم. من يوم ما المال تخلق بقى كنز شوية. تبارك الله والله. لكن البلد ده مال مطلق. تبارك الله. يا خشن. الصلاة على النبي. ايوه صح يا عمده والله. تعال اكلمهم، تعال. والله ب 34000. وهالاثنين دول يا جماعه ب 34000. 16 و16 و16 و16. احنا نخش في الفيديو ده يا جماعه العيون اللي هي اتقل شويه. احنا دخلنا في الاعمار بتاعت من 3 شهور لغايه مثلا 6 8. بعد كده اخش في الاعمار الاكبر شويه. الصلاه على حضره النبي. العيون اللي لقاها يا جماعه بيبقى في سوق دراو ليها ركن لوحديها. ازيك يا عمده؟ الصلاه على النبي. كم اصلين دولار؟ 29.5. تبارك الله. لا النهارده السوق رخيص يا عم. زياده النهارده لا السوق رخيص النهارده في القاني. العيون القاني قليله. لا كثيره. هي العيون كثيره، الاسعار يعني حنينه. الاسعار مريحه. الاسعار مريحه. كل ما يكون كثير تبقى الاسعار مريحه. ايوه ايوه. كل ما يبقى الطرح زايد. ايوه. بالذات عشان في دور قايم بيقولوا دور الحمر. لا بس عدى. عدى؟ السلام عليكم. هو في اسوان عندنا عامة عشان الجو حر في اسوان حوار الحمى القلعيه بس المشكله بقى في الجلد العقدي. يعني الواحد يخلي باله من الجلد العقدي يا جماعه. الجلد العقدي ده يا جماعه اللي بيبقوا 5 6 نقط كده، ايه بيبقوا جنب بعض كده. ماشي حق نارك ابيض. صلى على النبي. قلب ابراهيم. صلى على النبي عليك يا عمده. يا واصلين معاك دول؟ دول ب 27. صلى على النبي يا عمده. 27 بس. عليه الصلاه والسلام. 27 يا جماعه. احنا كنا يا جماعه بنشتكي ان الاسعار رافعه في الصعيد، بس دلوقتي من بعد الفيديو دي يعني كانت الاسعار بحري. طبعا احنا كاصحاب قناه فمتابعين يعني معظم القنوات بتاعت بحري. الاسعار في بحري كانت العيون القاني كانت رخيصه، هنا كانت شاده. دلوقتي النهارده يا جماعه في اسعار احسن من بحري بكثير. مش حيلاقي ارخص من كده. في اسعار احسن من بحري. احنا بالله. احنا كنا بنقول اليومين اللي فاتوا كانت شاده الاسعار. ايوه صح. بس احنا بنقول بمير بالله. ايوه لا صح. العرق لا حرام ولا عيب. لا يا عم تمام، الله يوسع عليك. 27 27 بس. كم رقمك لو حد عايز يتواصل معك فيهم؟ رقمك رقم التليفون 011 55 23 340. اسم الكريم محمد. ماشي يا محمد. في ناس بتشوف الفيديو ده محمد، بتلاقي في ناس بتردنا عليك. تمام الله يوسع عليك. حد عايز له كام حته تقضيله يعني ان شاء الله. تحت الامر. شركه زبايقة منورين والله. زكمبا. الصلاه على النبي. هذا المعلم محمود يا جماعه. معلم عصام حبيبي والله منور الدنيا. وفرش المعلم محمود. الله اكبر عليك. الله اكبر. الله اكبر عليك. عليه الصلاه والسلام. احلى لقطه هي والله. والله منور الدنيا المعلم فوزي زعيم التجار. الصلاه على النبي عليك. الصلاه على النبي. ناركم ابيض والله، ناركم ابيض رجاله. الصلاه على النبي. جاي لك صور لك حاجه حاجه. تبارك الله. وين عمده؟ عايزين نعرف الاعمار كده كم شهر. سنه وشهرين زي كده. سنه وشهرين. ازيك يا خالي؟ ايه عامل؟ الله يوسع عليك عمي.
سنة وشهرين يا جماعة. سنة وشهرين. السوق مريح النهاردة. السوق مريح، عايزين أسعار حلوة. عليه الصلاة والسلام. أنا هقول لك. دول ب 33 و600. الصلاة على النبي عليه. رأيك فيهم إيش كانوا ب 35 ونص؟ الصلاة على النبي، لا كانوا يا عم. تمام. 33 و600. ده يزيد شوية يا معلم. ده يزيد شلنا حاجة بسيطة. لو قسمنا يا معلم ال 33. لو قسمنا صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. نقول 17. و16 ايه و600 كده 33 و600 تبارك الله يا معلم، الله يوسع عليك. سول برضه معايا ابو حميد. صل على النبي. تبارك تبارك الله تبارك الله. هذا يا جماعه عجلين برضه من المال الطيب يا جماعه. براون براون. يا معلم قول لي ايه الدنيا؟ ب 35 كانوا دول ب 32 ونص. ب 32 ونص. تبارك الله. ولا غالات شويه؟ لا والله ما غليات، بساله هو ده. سلام. هو الراجل ده بيصور كل اسبوع بامانه ده الغليات. حلوين حلوين. والله كانوا ب 34 الاسبوع اللي فات. حلوين والله. صل على النبي يا راجل. حلوين. صل على النبي. صل على النبي تبارك الله. صل على النبي. والله ده اللي بحطهم في حوش ويدي عنا. لا هم ياجوا في الاكل دول، يريدوا شويه اكل حلوين ياجوا. تبارك الله. الصلاة على النبي. صلاة النبي عليهم والله العظيم. انا بشتري للسوق ولحوشي والله يا ابو حميد. لا صح يا معلم. والله بشتري للسوق ولحوشي قبل يشيل. تبارك الله. يا عمي فينو؟ لا ده ملبس. صلاة على النبي يعني. مقصود بالشامبو. قال له مغسول بالشامبو، هو مغسول بالشامبو صح هو. تبارك الله والله. الصلاة على النبي. 32 و600 ونص و500. تبارك الله. هم دول بهايم حوش دول دول بص 33 حوش ويدعي لي دول 33 و2. خلينا نشوف نشوف الاثنين دول معاه. معانا تبارك الله. 33 و2. 33 و2 يا جماعه. مال ابو عوض ده. صلى على النبي. مال ابو عوض. ابو عوض دول عجل بلدي وعجل خليط. ايوه خليط فريزي ده. ايوه تبارك الله. تبارك الله. كم رقمك لحد عايزهم يا معلم؟ والله رقمي ما حافظه. مش حافظه انا. مع المعلم محمود. انا حافظ. كم معلم محمود؟ حاضر يا انا حافظ رقمه هو زياد. كم؟ 011 420 420 9 9 7 7 7 7 4 9 4 9 الوقت انت معاك هنا 2 و2 صح؟ والاثنين دول في حاجة ثانية؟ حاضر. تعال معنا دول تبارك الله. احنا اهم حاجه عايزين سعر حنين. السعر حنين. 33 و800 دول. 33 و800. الصلاه على النبي. يا معلم حلوين. تبارك الله. هذا الفرق معدل ده. هات العيد يا جماعه. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. يا معلم عاوز اول ما اخش كده على الصفحه القى الصوره بتاعتي ايه كده ايه مطبع. طب امسك لي العجلين دول انزلك على الصفحه. انا حاضر. تمام. الصلاة على النبي. ايه يا معلم؟ شغال لايكات كده. اهم حاجه اللايك والله. اللايك ده هو اللي بيمشي الدنيا. الله يوسع عليك يا كبير والله. حبيبي والله الله يوسع عليك. ابو حميد هم انت دول تعالى دول عشان حلوين. انت محمود عامل ايه يا محمود؟ كامل الاثنين اللي معاك دول عمده. هو اللي ملهمني دول اللي معاه. ايوه 33 وكام قلت لي؟ و600. بالصلاه على النبي. الصلاه على النبي. او 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 قصر قصر. دول معايا يا عم احمد. دول كام يا كبير؟ دول 29 و400. 29 و400 كلام مظبوط والله. ده اللي هو تقول عليه السوق ريح. 29 و400. 29 و400. الصلاة على النبي والله. بس هو المال اللي شرف. لا تبارك الله العظيم. حكاية رايقة. تبارك الله ماشي يا كبير. متشكرين يا حي. ماشي ابو عوض. الصلاة على النبي. تبارك الله منور والله ابو عوض. الله يوسع عليك يا حاج. الاربع دولة. السلام عليكم. الاربع جماعه بيشتروا فيها ب 65. 65
الاربعاء ب 65. شد شد الاربعاء اللي جاي. شد ما جابنيش تبع الصوره هو. لا اهو. جبت انا. ايوه راي المالية اهو. نور والله. فين صلاة النبي يا راجل؟ تبارك الله والله. هذا يا جماعة الفيديو الثاني، ده الجزء الثاني من داخل سوق العيول القاني والعيول المحيرة. في نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، والناس اللي داخلة جديد تشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.